أنا اشتغلت مع IOM المنظمة الدولية للهجرة سنة 1998 ابتدأت كسائق ومن ثم تطورت وصرت اشتغلت بالمخيمات اشتغلت بالمطار اشتغلت بعدة مخيمات في عمان والله هي أنا حكاية يعني أو قصة أنا كتير متأثر فيها وبحب وين ما أروح إنه أحكيها لأنه إشي إنساني لمسني أنا شخصياً وأنا لما أتكلم بهذا الكلام أنا بعني لأنه أنا عندي نفس الحالة في كنا نشتغل بالليل بالحدود وبالمخيم فوصلت مجموعة من اللاجئين هائلة تقدر بحوالي 3 إلى 4 آلاف بنفس اليوم ففي كان شخص هناك هو من ذوي الاحتياجات الخاصة كان عنده مرض الصرع وبالإنجليزي الإبليبسي فأنا حبيت أني سألت الناس اللي هو جاي معهم اللاجئين لمين هذا الشخص؟ مع مين هذا الإنسان؟ قالوا احنا ما بنعرف هذا كان جاي معنا ما بنعرف والله هذا لمين فأنا أخذته وحاولت أني أحكي معه فهو ما رضي يحكي معي خاف ولكن أنا بعرف أتعامل مع هذا النوع من الأمراض أو لأنه يعني بأشعر فيهم وبحس فيهم فأخذته وعطيته بنحكي احنا يعني مصاص وعطيته علكة وعصير ومي وعطيته سندويش طلبت سندويش وعطيته فبعد حوالي ساعة من الحكي والكلام معه وحطيته جنبي وصرت أمشي أنا وياه بالمخيم فشفت أنا فيه بإيده إشي هو هيك عامل مسكر عليه فحكيت له افتح إيدك طب أشوف شو فيه فأنا شفت فيه ورقة صغيرة قطعة ورقة هيك ومكتوب فيه عليها رقم تليفون فمباشرة أخذت رقم التليفون هذا وحكيت طلبت الرقم وهي طلعت جدته فحكيت لها معك المنظمة الدولية للهجرة وأنا اسمي عبدالله بحب أحكي لك أنه في عندنا هنا شخص وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة حكت لي هذا ابني هذا ابن ابني مشان الله وينه قلت لها هي بأيدي آمنة حجة بتقدر تيجي أنت على المخيم ويعني أنا حسيت أنه عملت إشي كتير أنا بحياتي أنا كتير فخور أن أعمل هذا الإشي فإجت بعد 3 ساعات من عمان لأنه المخيم هو بعيد عن عمان إجت ودخلناها على المخيم وبس إجت وقابلت ولا ابن بنتها كتير احنا كنا صرنا نبكي يعني شفنا هذه الحالة خاصة انه انا عندي نفس الحالة ابني نفس الإشي عنده إبليبسي ومريض فأنا بحب هدول الناس اني اساعدهم.